الشكل بتاع الدوري ده يخليك متوقع ايه منه من الناحية الفنية ومن الناحية التنافسية؟ رقم واحد من الناحية الفنية هتلاقي مدربين كتير جدا خايفة، وخصوصا الفرق اللي ما عملتش صفقات تقيلة جدا، كان أو باين النهاردة كان باين النهاردة على الحرس الحرس وطلائع الكبير. الجيش. طلائع الجيش معاهم مبرره، أو مع عذر الطرد اللي جه في أول المباراة، كان نعم. فرق كتير جدا مع طلائع الجيش. يمكن إسلام محارب كان فيه تهور كبير جدا على لاعب النادي المصري، فشفنا طرد. يمكن تقدر تلتمس العذر شوية لطلائع الجيش، رغم كده خلي بالك يمكن كمان في الشوط الأولاني، رغم إن هو مطرود واحد، كريم طارق راح بانفراد، كان ممكن يحطه ويقلب المباراة، كان ممكن يجي هدف سهل جدا في النادي المصري، لكن النادي المصري قدر يكسب 2-0. ففي الآخر هتلاقي طلائع الجيش عنده مبرره. لكن النهاردة لما هنتكلم على حرس الحدود، مفاجأة بالنسبة لي، هنا مفاجأة، مفاجأة كبيرة جدا، لأن أنا دايما عندي قناعات البدايات هي اللي بتفرق مع الفرق، خصوصا الفرق اللي لسه طالعة الدوري جديد. ماشي. لو هترجع كمان بالذاكرة للسنة اللي فاتت، هتلاقي بلدية المحلة أول ما طلع بتلاقي بيعمل 3 4 ماتشات كويس جدا وممكن مظبوط. يكسبهم. أسوان في وقت من الأوقات أنا فاكر إن كان أول الدوري في أول سبع أسابيع ولا حاجة. مظبوط. فالطبيعي النهاردة إن أنت أول بتشوف 3 أسابيع. أول 3 أسابيع. بالظبط. فالنهاردة لما بتيجي تبص لفرقة صاعدة زي حرس الحدود وتلاقي اللامبالاة موجودة في الملعب، أنا شفت النهاردة لا مبالاة. طبعا 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 النهارده في كوارث في فرقه حرس الحدود. يعني بصراحه انا ما كنتش متوقع كده، من ناحيه تنظيميه، من الناحيه الفنيه، من الاجواء كلها، مش فرقه عايزه تنافس ان هي تقعد في الدوري. ولا ممكن تسميها فرقة لسه ما اندمجتش، متكونة جديد فما ما ما اعتقدش دخلتش انت في النهارده لما الأجواء. بتتكلم على فرقه حرس الحدود هتلاقي ايهاب سمير، الراجل اللي كان بيلعب في اسوان ولعب كتير جدا، هتلاقي اسلام ابو سليمه النادي داخلية المصري تقريبا والاتحاد، لا كمان. الداخليه كمان، مظبوط. احمد عماد كان في النادي المصري وطلع اعاره وبعد كده النهارده في حرس الحدود. هتلاقي في لعيبه كتير جدا، اشرف رؤى كان في الزمالك، اذا امك لعيب كويس جدا، يعني راجل ديفندر في بقاله النادي بتاع المصري، 7 6 سنين في في المصري المصري تقريبا. ولا لعيب ديفندر تقيل. هتلاقي عندهم النهارده بتلاقي عمرو جمال بينزل، هتلاقي في حلول موجوده عندهم. لكن هي الفكره كلها، عشان ما اظلمش كابتن محمد يوسف والجهاز الفني، ان في حاجات بتبقى ساذجه جدا من اللعيبه. النهارده لما تيجي تبص على الاهداف اللي جت في حرس الحدود، هتلاقي 7 8 موجودين داخل ال 18، ومع مظبوط. ذلك حسام حسن بيحطها من النص. 3 لعيبه يخشوا يخلصوا 3 لعيبه. انت من النهارده صلاح. لما بتتكلم، النهارده انت عارف في عرف الكوره، لو بنتكلم ان 8 بيدافعوا على 10، الثمانيه يكسبوا، 8 يكسبوا ال 10، طول ما انا واقف منظم ما يقدرش ال 10 يخترقوني. لكن لما بتتكلم 8 قصاد 5، ده طبيعي جدا في الكوره، وكابتن محمد يوسف عمل اللي عليه، انا في 8 واقفين في المكان ده، لكن التمركزات بتاعتهم والتغطيه لا، كوارث كوارث. دي ما تلومش فيها المدرب؟ ممكن الوم فيها مدرب بعد كده، لكن صعب النهارده. ما النهارده لما الطبيعي النهارده اصلا اي مدرب بيحط 4 مدافعين وقدامهم 3 ومعاهم كمان واحد من الهافات بينزل، 8 بيدافعوا، هلومه في ايه؟ انا الوم النهارده في التحولات الهجوميه اللي ممكن ما كانتش موجوده النهارده، لكن ما الوموش ان اللعيبه كانت موجوده قدام ال 18، بيجي الاهداف الساذجه دي، بس فده تفاجئني. بالنظر للي شفناه النهارده، سموحه فرقه عندها صف اول وعندها بدايل كويسه كمان، ما اختلفناش صح؟ طبعا، سموحه من السنه اللي فاتت معروف، هم مين اقوى لعيبه عندهم، معروف اصلا سيستم الكابتن احمد سامي شغال ازاي، استرتش بعرض الملعب، بيعتمد على الحلول الفرديه، عنده منظم جدا دفاعيا، عنده حارس مرمى جيد، بيلعب كرات الطاوله كويسه. هتفضل تتكلم عن نقاط القوه الضعف، فاحنا كده احنا عارفين الكابتن احمد سامي، فده شفناه النهارده، شفناه بشكل كويس جدا. كمان اللي ساعد الكابتن احمد سامي ان الحلول الفرديه عنده فايقه من اول الموسم، يعني النهارده رفيق كابو جاب جول حلو جدا عبد جدا، الكبير عبد الوادي. الكبير الوادي، مظبوط. عبد الكبير الوادي جاب جون كويس جدا، جون يعني تتفرج عليه وانت ارتو مستمتع. حلو في اخر الزاويه فوق الناحيه الثانيه. فجون جميل. حسام حسن في اللخبطه جاب هدف. النهارده اشرف رؤى بيجيب ضربه جزاء حتى لحرس الحدود، وكان ليهم ضربه جزاء لحرس الحدود وبعد كده الفار راح لغيها. لغت. فانت حتى لما بتتكلم على الحلول الهجوميه لحرس الحدود، لا هي مش موجوده خالص. فانت اصبح ولا منظم دفاعيا، العدد كويس، العدد كويس، لكن الوقفه وحشه، التغطيه وحشه، التحولات من الدفاع للهجوم دي مش موجوده النهارده، او طب مش ما شفتها هو في اول معلش، اربع بس انا مرات. عايز اقف عند الحته دي. يلا، العدد كويس بس التغطيه وحشه، دي تلوم عليها الافراد اكتر ولا المدير الفني؟ افراد، انا عشان كده قلت لك ما لومش الكابتن محمد يوسف دلوقتي، انت تلومه من الماتش اللي جاي. ليه؟ هو خلاص عرف الاخطاء اللي عنده، ما اعتقدش ان هو هيثبت التشكيل اللي كان موجود ده، لازم يبقى في تغييرات كبيره جدا، لان الاهداف سهله ساذجه بلغه الكوره. انا وانا مدافع، الكوره العاليه دي بالنسبه لي اسهل حاجه. هي ليه الكوره العاليه بالنسبه للمدافعين اسهل حاجه؟ سالت نفسك السؤال ده؟ ليه؟ لان انا قدام الملعب كله بطلع فيه، آه. هطلع هنا هطلع هنا، الموضوع بالنسبه لي سهل. تمام. لكن الفرود او اللي مكمل يلعب بدماغه، هو عنده تارجت واحد هو المرمى، فالموضوع صعب بالنسبه له. فانت بتتكلم في اساسيات الكوره مش موجوده اصلا عند المدافعين، اللي هي الكوره العاليه. النهارده يمكن اللي خسر حارس الحدود اغلبها كوره عاليه. مظبوط. محمود صابر النهارده بيلعب اول مباراه بقميص سموحه، وكان من اهم اسلحه الفريق طول المباراه، سجل جول صحيح قبلها، ساهم في اكتر من فرصه، ضيع انفراد خطير، صحيح، حصل على لقب رجل المباراة وهو معار من بيراميدز. شفت ازاي البداية وايه توقعاتك لموسم محمود صابر؟ لعيب كويس،
لعيب عنده حلول كتيره جدا، الفيجن عنده هايل زي ما انت اتكلمت، اسيستات كتيره جدا النهارده، وبيكمل كمان من تحت. فانت نادرا لما بتلاقي ديفندر، يمكن لو اتكلمنا على الديفندرات اللي فيها السمات دي ممكن يكون وليد الكارتي، هو من احسن اللعيبه اللي بيلعب بوكس تو بوكس. هو طبعا الفتره دي مصاب، لكن هو من اكتر اللعيبه اللي دايما بتلاقيه بيكمل في ال 18 والفيجن عنده كويس. مع امام عاشور من اللعيبه اللي بتقدر تاديها، محمود صبري من اللعيبه الكويسه اللي بتقدر تزيد بالكوره بشكل كويس، بيضرب خطين ثلاثه بالدريبل بتاعه، الفيجن عنده كويس. فكل ده كويس، لكن يبقى حاجه واحده، ما هو محمود صبري مش لاعب لوحده. مظبوط. لولا الحلول اللي موجوده قدام عند فريق سموحه مش هتلاقي محمود صبري، سواء حزام حسن او عبد الكبير الوادي. هتلاقي لعيبه عندها حلول كمان فرديه. فهي الفكره كلها ان التوليفه الهجوميه اللي عند الكابتن احمد سامي معروفه من السنه اللي فاتت، باضافه صابر مع اللعيبه اللي دخلت مع الفرقه جديد، فانت خلاص حافظ سموحه. فالنهارده سموحه بيكمل بنفس اللي مفنش بيه او نفس الاسلوب اللي هو مكمل بيه. أيوة. ودي طريقه الكابتن احمد سامي دايما. لكن المفاجاه، عشان كده بدات بحرس الحدود، المفاجاه بالنسبه لي هو حرس الحدود النهارده. المفاجاه السلبيه بالنسبه طبعاً. لك طبعا. الماتش الثاني كان المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش. بس قبل ما اتكلم عن الماتش ده هقف عند كام لعيب برضو تانيين في المباراه الاولانيه. حسام حسن سجل جول النهارده، كنت لسه بتكلم في انه احسن مواسمه في الدوري كان جايب 12 جول الموسم اللي فات. وهو من الهدافين التقال اللي الكيمياء واضحه جدا ما بينه وما بين سموحه وما بينه وما بين الكابتن احمد سامي. حتى لما مشي راح الاهلي رجع تاني على سموحه فتالق مره تانيه بعد فتره. الواحد المفروض بيعلى، لكن هو لما راح الاهلي تعثر ورجع فاق مره تانيه في سموحه. شايف ازاي حسام حسن في موسمه الحالي في قيادة الجمهور؟ ما ينفعش اقول رجع سموحه وفاق من غير ما اقول احمد سامي. الاثنين دول مرتبطين ببعض. ليه؟ كابتن احمد سامي اللي مفوق مصطفى فتحي. هو اللي شفناه تألق. كابتن احمد سامي هو اللي مفوق محمد عبد المنعم في بدايته. قبل ما يروح في يوتشر، وكان اصلا في سموحه مدافع.